في ملعب مرشان براس من الدور 14 من المجموعه الوطنيه بين لقاء العام لقاء الديربي بين عروسه شمال طنجه والحمام البيضاء من تطوان. جمهور كما كتشوفوا جمهور عريض هنا يتواجد ملعب مرشان. نسجل هنا انصار فريق المغرب التطواني اللي هما يتواجدوا بكثافه، كذلك جمهور فريق طنجه. الكل كان يعلق اليوم على هذا اللقاء الحاسم، هذا اللقاء المصيري بين فريق المغرب التطواني واتحاد طنجه هنا بملعب مرشان. هذا اللقاء عليه طبع خاص هو طبع ديال المدربين. هنا لاول مره يلتقي مدرب المونديال، مدرب المونديال السيده نادي فرانك فانيكو، مدرب المونديال الولايات المتحده الامريكيه 94. ونحن على بعد تقريبا ساعه و15 دقيقه من بدء المقارنه. هتاف الجماهير على فكرة حتى طنجة والمغرب التطواني. هذه نبدأ من الحماس الجماهيري تبقى. على الشاشة 10/1/95. شكرا. المغرب في تحت كان متى؟ وكان صندوق دخول اللاعبين.